زائد بس. سفينة امسكها شوف كيفك. بس معظم الشغل بيكون في مناطق الداخل، في مناطق المحتلة يعني زي الناصرة، زي عكا، زي إقرب بلعب. أنا بدي هذه التجارب اللي عشتها شكلتني فهمتني شو البلد، بدي أخلي كل الناس يفهموا شو البلد، أخلي أتليس كل الفلسطينيين اللي عايشين برا يفهم هويتهم، يفهمون ليش فلسطينيين وليش فلسطين.